اتفضل. نورتني. فين في مصر الجديدة؟ سبع مرات. سبع مرات. سبع مرات. جميلة إخيبت جميلة. جميلة إيه؟ إخيبت. إيجيبت. مصر. مصر جميلة جدا يعني هي حاجة روعة قوي. طبعا. بلدنا جميلة دي. إكسكيوز مي أرد. ألو. إيه يا روشيل؟ انا يا حبيبتي شغال اله اللهم انت عارفه يا روشيل موضوع هنا مختلف عندكم في مصر. انا كنت شغال تل ابيب نويبع كانت الدنيا زي الفل كنت بقفش اكتر من 1200 شيكل في 3 ساعات انا بقالي 5 ساعات لسه راكب معايا زبون دلوقتي. يلا باي باي. بو معلش اسف على الازعاج. هيضايقك لو هعدي بس على حماية اخده معانا في مشكلة؟ فين؟ حماية بس هعدي اخده معانا. في طريقنا؟ اه. مستعجل؟ لا لا في طريقنا، في طريقنا مش هعطل حضرتك. مش لمخاء ان اختوري مختيفي لقاتي مخاي. مشيت تليفون جاتا؟ بلغت انت تاخد تليفونيتك على ابوك. شبه اب 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 عمك عيشة. انت عارف انت شبه. لحظة نعم. بس لحظة هو انتوا منين؟ احنا من تل ابيب. تل ابيب ايوه. والهرم بتاعنا ومصر بتاعتنا. ايوه ايوه. ايه عندك شك في الكلام اللي انا بقوله ده؟ عند امك الكلام ده طبعا. بالراحة بس انت ليه منفعل علينا كده؟ انت ده ضعف منك. مصري ضعيف. ضعف مني؟ مصري ضعيف. معلش معلش. على فكرة انا بكلمك وانا في قلب بلدك ومش قلقان. بالظبط. اديك قلت في قلب ايه؟ في قلب بلدك. ايوه في قلب بلدي انا. بص يا حبيبي دور على اصلك هتلاقي نفسك في الاصل من حبيبي. على الاقل انا عارف عندي اصل واصلي مصري اصيل. انتوا اللي ما عندكوش اصل. لو دورت على نفسك في التلة هتلاقي نفسك ابيب. ابيب ابيب بيب. ابيب ايه؟ انت اهلي بيب بيب زمالك مصري. ضايع. لا لا حبيبي انا مش ضايع. انا افهم ان احنا عندنا اهلي عندنا زمالك عندنا كل حاجه. مصر بتاعتنا سينا بتاعتنا. لا وحياة امك. غلط. اقول لك ايه اللي بتاعكم ما تزعلش مني. يا ريت. بلاش. بلاش ليه حبيبي؟ والله بلاش اقول لك ايه اللي بتاعكم ما تزعلوا مني. ضعف منك بس انا هقول لك على حاجه. انت لو دورت في الاصل هتلاقي نفسك لان انت نسخه نسخه اكزاكتلي من حنان يا ابن عمي. حنان يا ابن عم. لحظة واحدة. تخيل بقى ان انت نسخة نسخة من حنان اللي كان في بيت الدعارة اللي جنبينا. وماله يا حبيبي؟ لحظة واحدة. لحظة واحدة ايه؟ حنان ابعت لي صورة على الواتساب عشان اوري الراكب اللي معايا صورتك ويعرفوا ان انت شبه. حبيبي يلا بقى. الو. الو ايه يا حاتم انت فين؟ حاتم بيكلم حاتم. بقول لك ايه؟ اللي هو عندنا. طيب بص. من القصر اسمه خاتم. تعالى لي. ما تهدى بقى على حالك. اهدى على حالك. اهدى على حالك هتتروق دلوقتي. عينيا يا بابا. طيب هبعت لك ام لوكيشن دلوقتي. آه. تيجي لي عليه عشان في اتنين عايزين يدفنوا هنا. يدفنوا. اه يلا حبيبي انت مش فاهم حاجه. يلا انت لازم تشغل دماغك. اشغل دماغي؟ آه. ده انا مش هشغل دماغي ده انا هشغل ايدي عليكم انتوا اصلا. ده مش كويس حبيبي. ده مش كويس. اه انت ضايع خالص. انا ضايع في البلاله. انا مش ضايع. طب بص قدامك يا بابا. بص قدامك. ويا ريت تركن لنا عند اي مكان هنا عشان اروقكم النهارده. حبيبي انت دلوقتي في مملكتي على ارضي. على ايه؟ على ايه؟ ارضي ارضي. ده انا على لك. انت بتتكلم بس زي ما بيقولوا المصريين. لا انا ما بتكلمش وبس. آه. انا بتكلم وبفعل. بفعل. اه بفعل. استنى بس هتعدل لك كده عشان ليله اهلك زرقاء معايا شكلها انت والراجل ابو برنيطه ده. آه. يا عرر يا بلد خرجت يا بلد كلها وكلها من في بعض. انا هثبت لك حاجه يا حبيبي. ايدك جنبك. انتوا حراميه من زمان قوي. حراميه يا بلد. بلد ايه يا حبيبي؟ اهرامات بتاعتنا احنا اللي بنيناها. الاهرامات دي بتاعت امك. الاهرامات دي بتاعتنا احنا. ايد امك دي عنها. حبيبي ما تعليش صوتك لان ده ضعف منك. ضعف مني انا؟ طبعا. اه احنا اللي يا راجل انتوا حتى احنا الاغاني احنا اللي بنضرب وبنجري. اغانينا سرقتوها زمان. اغاني سرقتوا. اه قول لي اغاني ايه؟ اغاني ام كلثوم. اه ودارت الايام دي كانت ومش لخاره الايام. مش ايه؟ مش لخار. لا ما بتتقالش كده. مش الايام.
يا حبيبي ده مين دي؟ ام امك اللي قالت الاغنيه دي؟ انت ما تعرفش. بس ايه ده؟ انت ما تعرفش ام كلثوم؟ ايدك جنبك. انت ما تعرفش جنبك. ثم تعرف اقول لك اغنيه جديده محمد رمضان بيقول نمبر 1 دي عندنا منخر 1 منخر 1. طب ما عندكوش 1 1 انتوا كلكم 1 اصلا. طيب انت ضعف ضعف انتوا كلكم مصري جعجع. انزل بس يلا انزل يلا مش نزول. انت انزل يلا على جنب واقول لك انزل لي. انت تنزل من هنا بتاشيره مني. انزل بتاشيره مني يا بلد. انزل لي يا على جنب يا هوب اركل. لا هوب هوب دي مين؟ هوب مين؟ ولا ايدك جنبك ولد مصري. ايدك جنبك ايدك جنبك اركل لي اركل لك اركل لي اوعى ايدك اركل لي عشان خاطر ما اكسرلكش وش اللي جنبك ده. اركل لي بقول لك وش اللي جنبي اركل لي خلاص خلاص مين احنا بنهزر معاك والله احنا بنهزر معاك بنهزر معاك ايه بنهزر معاك ده انت هتشوف لما ننزل ده مقلب والله ده مقلب انزل لي بس ده مقلب افتح الباب مذيع ولا ما نزيعش مذيع مذيع اتوكلوا على الله مذيع يا عم مالك العلاج فين في التجمع يا باشا؟ مش انا 90 انا يا باشا تحت امر معلش كل الواحد والله 20 سنة سايق تاكسي الحمد لله 20 سنة 20 سنة سايق تاكسي وانا عندي 10 سنين وانت عندك 10 سنين امال ايه انا الحمد لله وسط اصحابي يعني التاكسيات كلها ملقبيني بفارس الطريق فارس فارس الطريق يا باشا انا اسد الصحراوي معروف انا قال صحابي كلهم تم بفضل الله اي عيل منهم معه في مشكله يكلمني الو فارس الطريق انت فين انت فين ابو علي بعز المشكله عيل مره واد اسمه كريم ابو سلمى صاحبي واد كريم ده عيل ثبتوه في عز النهار اتصل فيا دوب رن عليا عملت ايه؟ ايه؟ ما ردتش عليا كملت نوم كنت تعبان اخش المنطقه من دول الدنيا تتقلب قال لك وحش الطريق فارس الطريق وسع يلا هو يا الدنيا لبان الحمد لله اخدت يعني سفاره افتح التابلو ده هتلاقي السنغافوره الصغيره بتاعتي بص عليها اسمها السنغافوره النطاطه بص 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 السنغافوره النطاطه بس سنغافوره بس طب في ايه بس طب يا عم انت مش عادي اقسم بالله لا يا عم العفو منك لا اله الا الله عيب عليك خزانه ولا لا عيب عليك والله طب وصلنا طب معايا الصلاه على النبي بقول لك يا رحمة العيال اللي هو العيال اللي هو الجراج دراي اول عمرو ايه دي؟ اي عيل اي حوار يحصل مع اي حد يكلمني شايلها معاك هنا في العربية؟ الحمد لله أقول لك على حاجة بجد دي ولا صور زي الهلس اللي أنت عمال تلسه من ساعة ما أنا سايب عليه تاخد التقيلة؟ قول التقيلة معاك حاجة تاخد فيها؟ طب أقسم بالله أنت عجبتك من جوه طب أقول لك على حاجة أنا مرة كنت زهقان أوي زهقان أوي يا باشا والحياة معايا ملخبطة قمت ساحب الوكمان بتاعه واخده قمت واخد معايا كوباية شاي سخنة وماشي بقلب الغابة قابلني الأسد فاكرني هيهتني ارمي كوبايه الشاي اجري اقسم بالله ما حصل على الطلاق رميت الشاي السخن اللي لها لي في وش الاسد الاسد اوف احلى اوف احلى يعمل كده وطلع يجري هربان يا عم على الطلاق انا صدعت على الطلاق انا صدعت على الطلاق انت راجل برنس يا باشا حبيبي يا باشا طب اقول لك على حاجه تانية اقول لك انا على حاجه قول لي ما توصلني ويخلص يا عم ما احنا ماشيين وبطل هاري هاري لا يا باشا بقول لك ايه بقول لك ايه بقول لك ايه روق على حالك يا باشا يا عم انا مروق اهو بطل انت يا هاري عشان انا دماغي مصدعه انا مطبق في الشغل من امبارح مطبق؟ اه بالله عليك لا توصلني عشان انا خلاص فاهمني؟ يا عم طب انت سمعت نقطة سؤال يا عم على الطرق عايز اسمع يا عم انت مالك كده في قرفان من الدنيا ليه؟ يا عم مش قرفان انا قرفان من نفسي يا عم انا بيشوفوني في الشارع بيقولوا القرفان اهو القرفان اهو طب احكي لك حكايه القرفان اهو الاساسيه مره كنت بصاحب عيل اسمه يا باشا وقف على راسه وقف على يا باشا جه ماله ده عايز ايه ده عايز ايه ده مالك انت بتكس عايز افتح لي الباب يلا مالك انت عايز ايه باشا انت معايا سلاح انت بتثبت وتاخد مني الست لا لا سيت يا عم على بتاخد مني الست على الطلاق ما خدت منك امال بتاخد مني ايه طيب محمد رسول الله انت بتاخد مني الست يا عم بعد عني الست انا عندي عيال عايز اروح انت بتاخد مني الست يا عم ما تكلمناش كده ايه ده ايه ده ايه ده
تاخد مني السيت يا عم. انا هاخد منك التاكسي والله العظيم التاكسي ده حرام عليك. انا شغال عليه، انا شغال بتاع الراجل ده. التاكسي ده بتاعك التاكسي بتاعك انت كمان. انت خلي بالك ولا انت بتاعه يا راجل. انت كمان تاخد بس ليه يا اسطى كده؟ انت بتاع ولا يا عم؟ انت تاخد مني التاكسي بتاع الراجل ده. عايز تاخده مني السيت يلا. التاكسي بتاع الراجل ده انا ماليش دعوه بيه. مش هنزل عايزين تاخده مني. الراجل ده هو صاحب التاكسي. اوعى. طب استنى نزيع الحلقه دي ولا لا؟ نزيع 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 مع ان في حاجات حصلت كتير ما ينفعش حد يشوف. راح فين امور؟ اخر الشارع. اخر الشارع. طيب يلا يلا ماشي. انت لا مؤاخذه اختي معلش، الدنيا عربيه بس لسه جديده اختي. لا مؤاخذه معلش لا مؤاخذة أختي معلش، الدنيا بس متوترة معايا ف لا مؤاخذة يعني ف متوتر أختي. لا مؤاخذة معلش. نازلة فين قلتلي؟ آخر الشارع. آخر الشارع. طيب ماشي. إيه ده بقى؟ إيه ده بقى أختي ده بقى؟ آه في حاجة؟ لا مفيش حاجة. متضايق بس لا مؤاخذة أختي معلش، أصل إيه؟ متوتر أول مرة أسوق. لا مؤاخذة أول مرة أسوق معلش. طب بعد اذنك اختي بس انا يعني مؤاخذة يعني معلش عايز اروح انا محصور اختي وعايز اعمل حمام. لا مؤاخذة. طب وصلنا بس بعد اذنك وبنزل. طب ماشي. لا مؤاخذة اختي بصي انزل على جنب بس اعمل حمام هنا. لا مؤاخذة اختي معلش مستعجلين. لا مؤاخذة معلش هنزل اعمل حمام هنا. مستعجلين معلش اختي اصبري بس محصور اختي مش قادر. مجنون. محصور اختي اصبري. محصور اختي. لا مؤاخذة معلش محصور. انت مؤاخذة اختي معلش. احنا اتكلمنا مع واحد مجنون. هو ايه ده؟ واحد راح فين؟ ده واحد غيره. حضرتك مين؟ حضرتك هتعرف حالا ان انا مين. طب على فكرة انت ماشي بسرعة ليه؟ احنا بقول له نازلين اخر الشارع. ومين ده؟ انت ماشي بسرعة ليه؟ ماشي. قلت لمين نازلين اخر الشارع؟ نازل انت مش انت اللي كنت راكب معانا اساسا؟ لا انا اللي كنت راكب تليفون. لا مش انت. لا انا اللي كنت راكب. لا مش انت. لا انا اللي كنت راكب. مش انت. مش انا ازاي يعني؟ والله العظيم ما انت هتستعبط ولا ايه؟ العظيم مين اللي بيستعبط؟ انت هتستعبط ولا ايه؟ نزلنا على جنب. نزلنا على جنب بعد اذنك. نزلنا على جنب. حاضر ان شاء الله لما نوصل بس المشوار بتاعنا بننزله. مش ورق انت مش ورق. بس انت بقعدوا ساكتين. ايه ده على فكره ممكن اخرب عليك الدنيا واصوت والم عليك الناس اقسم بالله. صوتي كده صوتي عشان افرجك على الكرشك. في ايه؟ في فلافل بس الدكان ايه؟ بقول لك نزلنا طيب على جنب كده بعد اذنك وربنا صوت والم عليك الناس. صوت انا هعرفك انا مين. ده فاكرنا خايفين منه؟ احنا ما بنخافش يا حبيبي. انت عبيط في دماغك ولا ايه؟ انا عبيط في رجلي من تحت. ده على دماغك وعلى نفسك. اقول لك ايه؟ عارفه لو تحس كده. بس يا بابا انت مجنون ولا ايه؟ اعرفك دلوقتي مين. لو سمحت احنا في اخر الشارع. نزلنا بعد اذنك. اخر الشارع. طب نزلنا في اخر الشارع عشان ما نلمش عليك الناس. انا طالع بيكوا على الصحراء. طب نزلنا في اخر الشارع عشان ما نلمش عليك الناس. لم الناس. هو الناس مش عايز يتفتح ليه؟ الناس مش عايز يتفتح ليه؟ عشان انا قافله. مش عايز يتفتح ليه يعني؟ انت مفيش نزول. انت بتعيط ليه؟ انت مجنونه؟ انت بنت عامله فيها سبع رجاله في بعض ولا ايه؟ اخرسي خالص اخرسي احسن اعمل لك البنك. بس يا حبيبي ايدك جنبك يا بابا. ده ما توحشك. انت مجنون ولا ايه؟ توحشني ازاي؟ بس يا بابا اعمل لك المرجيح. عارفه المرجيح؟ انت لا لا عظيم انا كده خفت منك ولا انت مجنون؟ ده انا هخوفك ببنك. طب ايدك جنبك. ايدك جنبك. بس احسن اقسم بالله بقول لك ايه؟ مش هحلك. انت مجنون ولا ايه؟ ده ايه؟ ايه ده؟ هلا كلا يا اركب يا عم. اركب يا عم. اركب يا عم. وعلى ايدي يا عم. احنا مخطوبين. احنا مخطوبين يا عم. احنا مخطوبين يا عم. انت 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 فلوسي. احنا عاملين فيكم مقلب. كاميرا دي.
عزيزي الحلقة دي اكيد.